الله الرحمن الرحيم وعلى البركة نسير في هذا الميدان في شوط جديد وإثارة جديدة وأسماء جديدة في هذا اليوم وهذه أشواط حقائق كار أشواط عامة في ميدان الشحانية في 5 سبتمبر لعام 2013. في هذه اللحظات ننطلق مع حضراتكم مع الأسماء الجديدة والمشاركين الجدد في مقدمة هذا الشوط وناخذ المركز الأول الرياضية اللي قادمة في مقدمة الشوط وهذا الشعار بالفورمة في هذا اليوم وفي هذا الصباح نتمنى لها المسيرة الموفقة علي بن سعيد بن حلفان المري في مقدمة هذا الشوط في المركز الثاني مياسه اللي قادمة أحد الضيفات مشاهدين الأعزاء حميد بن سالم بن أحمد الوهيبي في هذه اللحظات ناخذ المركز الثالث والمتحدة المتحدة مع سالم بن علي بن حمد الفهيدة المري يا سلام يا سلام المركز الرابع شعار بن هاملة الشاهينية لصالح بن حمد بن هاملة المري ناخذ المركز الخامس وهي معالم في هذه اللحظات معالم لعبد الهادي بن ناصر بن شابل المري هكذا كانت النتيجة للخمسة مراكز وانتصفنا المسافة مسافة الكيلوين كيلو واحد عن نهاية الشوط وهنا مقدمة الشوط مياسة للسيد حميد بن سالم بن أحمد الوهيبي مشاهدين الكرام يا سلام يا سلام يلي تتابعونا في هذه اللحظات مع مياسة العود مع سلالة مياس مع الإنجازات والتاريخ في المركز الثاني ناخذ المتحدة أيضا من سلالة أصيلة اللي هي للسيد سالم بن علي بن حميد الفهيدة المري ناخذ المركز الثالث ومن واقع هذا الشعار مشاهدين الأعزاء هنا براقة أو هنا متابق راهية في هذه اللحظات راهية لشعار السيد عبيد بن علي بن عبيد السناري مشاهدين الأعزاء يا السلام يا السلام المركز الخامس ناخذ الخامسة في هذه اللحظات أو الرابعة اللي قادمة في هذه اللحظات الضبي لخالد بن حميد بن حارب المهيري نعود إلى مقدمة الشوط وما بين الثنتين وما بين براقة وما بين هذا الاسم المتحدة واللي قادمة مع بن جبران حكمة سالم بن جبران المري اللي قادمة مع المركز الثالث يا سلام المعركة شديدة المعركة باقية ما بين المتحدة وما بين براقة وما بين حكمة ولكن هنا سالم بن علي بن حمد الفيدة له رأي له وجود له ظهور براقة وحكمة قادمة سالم بن جبران المري المتحدة لحظة الأخيرة يا سلام يا سلام حكمة اللي فازت لسالم بن علي بن جبران سالم بن جبران المري على هذا الفوز المركز الثاني عبيد بن علي بن عبيد السناري في المركز الثالث سالم بن علي بن كانت هملولة لأحمد بن مبارك بن نايع المنصوري والمركز الخامس جبار لي عبد الله بن حمد الجبرين تهانينا والناموس لمالك حكمة الذي حكمت هذا الشوط من صالحها الإحسان بن جبران المري تهانينا والناموس للسيد سالم بن جبران المري على هذا الفوز والإنجاز مشاهدين الكرام ها هي لحظات الوصول ولحظات التتويج والناموس ها هي وصلت إلى خط النهاية حكمة لسالم بن جبران المري توقيتها الزمني 3:05 6 أجزاء من الثانية تهانينا لمالك حكمة سالم بن جبران المري